نحضر اليوم هذا النشاط في فرع مسجد الفردوس ببلدية خنشلة، وهو عملية اقتناء وذبح عجلين ليتم توزيعهما على المحتاجين. طبعا ثانية، طبعا العام السنة الماضية شاهدنا ذبح عجل واحد، صنع عجلين، وهذا يدل على شيء، يدل على مساهمة المحسنين. تتمثل هذه المبادرة في أضحية المسجد التي نقوم من خلالها بذبح عجلين هذا العام. هذا السنة في الطبعة الثانية نقوم بذبح عجلين، أو قمنا بذبح عجلين، ونوزع اللحم من هذين العجلين على الأسر المعوزة والأرامل واليتامى التي تربو عن 170 عائلة، وهذا الفضل يرجع لله أولا ثم لجهود المحسنين. ساهموا في هذه المبادرات التي كان لمسجد الفردوس سبق فيها، فنتمنى أن يحذو هذا الحذو وتعم هذه المبادرة وتزيدنا يعني تعاضدا وتعاونا وتناسقا فيما بين الشعب الجزائري. نشكر الناس اللي راهي ساهمت وبادرت في العملية الخيرية، والناس اللي خلتنا ساهمنا في الشيء هذا، وإن شاء الله المبادرة هذه تعم على الولاية كامل، وإن شاء الله كل عام إن شاء الله نكونوا في تحسن